السلام عليكم، مساكم الله بالخير. احنا اليوم جايين الى معرض الحدائق والزهور السنوي الذي يقام في ولاية بترجاية 2019 سنويا. هذا المعرض ورد وسط ورود. ما شاء الله ما شاء الله. يقول لكم يا جماعة عذرونا، شوفوا اليوم الورد جاي يكمل الورد. فعلا فعلا ماليزيا من أروع وأجمل البلاد. ننقل لكم هذه المشاهد في ماليزيا، حديقة الورود تقام كل عام في كل أجمل منه. أنا أراويكم إياه. أنا صراحة كل يوم أشوف شيء جميل يعجبني. يعني يبدعون في الجمال، يبدعون لأنهم جميلين ويبدعون في الجمال. كل شيء يسوون جميل، البيوت الله يسوونها بعد أجمل. جزاء ألف خير على القائمين على هذه المحلات المقدسة. بورتوجايا كل شيء جميل، كل شيء جميل، كل شيء جميل في هالديرة. أحواض الأسماك فيما لذ وطاب. ما في ملاذين تهتم ببيوت الله إلا تعمر وتتزين. الحمد لله رب العالمين. الله.